معانا محمد حماي. اهلا حماي. ازيك يا عمرو؟ ازيك؟ مبروك يا عم، الحفلات مكسره الدنيا. مش عايز تاخدني بقى معاك مره؟ ما انا كل مره بقول لك انت ما بترضاش تيجي. والله بقى عندي شغل. كلمني على الحفله التانية دي، كانت عامله ازاي؟ وخلي بالك احنا كلنا ما نقدرش نستغنى عنك على التلفزيون، ولا انا ولا جمهورك ولا كل الناس بتتفرج عليك. يعني انت بتعمل دور مهم وكبير قوي يا عمرو بصراحه. كلمني عن اجواء حفلتك التانية. والله الحمد لله كانت حلوه قوي يا عمرو. انت عارف يمكن دي اول حفله على شاطئ في السعوديه، طبعا الفكره جديده خالص كانت، وفكره ان احنا نعمل حفله في الوقت ده في اوت دورز، فهي كمان بتصعب الموضوع اكتر لانه الجو حر شويه ورطوبه عاليه. بس الحمد لله يعني انا بالنسبه لي الحضور كان مفاجاه، لانه الجمهور كان كتير جدا وكان موجود من بدري. يعني يمكن بقول لك ظروف الجو صعبه، بس الحمد لله كانت حفله حلوه قوي. واول يعني كنت حتى بقول للناس اصحابي بعد ما خلصت لهم اول ربع ساعه في الحفله انا كنت حاسس مش عارف اكمل، بس يعني بعد ما عدت الربع ساعه دي الدنيا اتغيرت خالص، و يعني كنت مستعد اغني ساعتين ثلاثه، ما حسيتش باي تعب الحقيقه. وعملت الاغاني بتاعتك كلها والحاجات اللي الناس حافظاها، انا شايف الناس بتغني معاك من اول دقيقه لاخر دقيقه. الحمد لله. بص يا عمرو، والله انا بالنسبه لي كمان يعني عايز اتكلم عن الحكايه دي بادي حقها شويه. الجمهور السعودي حقيقي جمهور ممتع. يعني يمكن احنا كان بقالنا فتره، يعني يمكن انا بغني دلوقتي بقالي 16 17 سنه، عمرنا ما عملنا كده الا السنه دي والسنه اللي فاتت، فهو اكتشاف جديد بالنسبه لنا الجمهور السعودي. انا حتى اول حفله ليا كنت حاسس ان انا كاني اول مره هغني، يعني داخل على جمهور مش عارف المفروض اعمل ايه. بس الحقيقه بجد جمهور ممتع، جمهور ذواق جدا وفنان. بس انا شايف كمان حاجه محمد، الامكانيات، الشاشات، الاضاءه، المسرح، لا معمول شيء محترم كبير يعني ضخم. بص الحقيقه عمرو، يعني ودي حاجه لازم خلاص هي واضحه وضوح الشمس، اللي حصل السنه دي في موسم جده من تجهيزات وتقنيات هو يفوق تجهيزات او الحاجات اللي متعودين عليها في الوطن العربي. يعني احنا بجد دي نقله كبيره قوي لمرحله جديده في الحفلات وفي الترفيه عموما. والحقيقه يشكر عليها هيئه الترفيه ويشكر عليها معالي المستشار تركي آل الشيخ الحقيقه، ويحب اللي يحب ويكره اللي يكره، انما دي حقيقه واضحه وضوح الشمس. لا ويكره ليه، احنا نحب الفن المصري يظهر في احسن صوره ليه ويوصل لجمهوره وجمهوره يتصل بالفنان المصري بشكل مباشر. السعوديه دوله شقيقه على الوطن العربي. طبعا على الوطن العربي كله يا عمرو. اللي بيحصل ده مش يخص، ما يخصش السعوديه ولا مصر بس، ده يخص الوطن العربي بالكامل. اللي بيحصل طفره في الفن وفي الحفلات وفي التجهيزات وفي التقنيات، انا حقيقي بشكر عليها معالي المستشار، لانه دي بداية جديدة. أنا بحس إن دي ثورة فنية في الوطن العربي، وإن شاء الله يا رب تكمل كده وتبقى من نجاح لنجاح ومن أعلى لأعلى إن شاء الله. إن شاء الله. الفنان الجميل محمد حمائي، أشوفك إن شاء الله قريب. شكرا حمائي، شكرا لك. زي ما بقول لحضراتكم، حفلات ناجحة جدا، فرق مصرية، فرق كورية، وعلى فكرة قريب جدا في ظرف مثلا شهر أو حاجة قرب، يعني كم يوم كده هيتم الإعلان عن مهرجان الرياض أيضا، وموسم جديد للحفلات برضو إن شاء الله يكون للفنانين المصريين اللي بيحبهم تركي آل الشيخ وبيحب دايما يكونوا موجودين ويبقوا شركاء النجاح. إحنا سعداء جدا، العلاقات بيننا وبين المملكة العربية السعودية علاقات قوية، وهذه الشراكة هي شراكة جميلة، تكون في الفن، تكون في السياسة، تكون في الأمن، تكون في كل المجالات، تكون في الاقتصاد، إن شاء الله شيء جميل.